بطاقة بشرية قدرت بأزيد من 600 موظف، وبمساعدة وتأطير هيئات ذات خبرات عالمية، أخذنا على عاتقنا رهاناً أساسه تحديث وتوسيع خارطة السكك الحديدية في بلد يشق طريقه نحو مستقبل تنموي واعد. فبدأ التحدي عبر برنامج ضخم لوزارة النقل، أوكلت مهامه إلينا الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. أنا سريف.